السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه ديال الشكلاط. غادي ندير 3 البيضات، وغادي ندير كاس ديال السنيده، واحد الساشي ديال الفاني. نخلطوا المكونات مزيان بالطراب. غادي نزيد هنا كاس قلى ربع ديال الزيت، نخلطوا مزيان. وهنا غادي نزيد كاس ديال الحليب، هي غادي نزيد واحد المعلقه ديال الشكلاط ديال الدهن، وغادي نخلطوه غير بالخلاط اليدوي. هنايا غادي نبداو نغربلو الطحين على حساب الخليط. نزيد واحد جوج صاشيات ديال الخميره، وهنا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو حتى لجوج. صافي، وغادي نخلط مزيان، وغنبقى نضيف الدقيق. هنايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل. صافي، هذا هو القوام ديال الخليط كما كتشوفوا. وهنايا عندي المول عادي اللي فيه ثقب، دهنتو بالزبده ورشيتو بالكاكاو، وخوينا فيه الخليط ديالنا ديال الكيك. كما كتلاحظوا كيجي بحال هكا على هذا الشكل. غادي نزين بشويه ديال التمر. وهنايا شعلت الفران حتى سخن لاعلى درجه، وغادي نقصو عليه، وغادي ندخلو الكيكه ديالنا طيب على خطره من بعد ما طيب، ونشوفو الشكل النهائي ديالها. وهنا هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. كما كتشوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه، كتجي طالعه، وكتجي مفشفشه، وكتجي معلكه كي بالشكلاط، وما كتجي لا متقصه لا والو. وبالصحه والراحه.